انه يطلع منها برواز. فرحه كمان الاخوه المغاربه بعد عوده الفريق لفندق كابتن محمود الخطيب. وبص فرحه الجماهير المغربيه وفرحه الناس كلها في فندق الاقامه. وكابتن عادل اهو فرحان اتفرج لوحده في الاوضه. ايوه ادي عادته في كاس العالم للانديه. الحقيقه البعثه كلها شوف الفوز والنجاح بيبقى عامل ازاي. وده ابسط شيء الناس دي بتتعب كمان يعني السفر والمعاناه واللي بيطلعوا من بلد لبلد لبلد. صحيح. فاقل حاجه ان فرحه الاخوه المغاربه كمان بنسميه ريسيفنج. الريسيفنج اللي هو الفوز. ايوه الحاله اللي بيعيشوها ال 72 ساعه دول لغايه المباراه الجايه برضو تحت ضغط وبرضو تحت ضغط جماهيري. صحيح. انت مطالب دلوقتي بالنجاح لنجاح انك تروح لحته ابعد. خالد مرتجي كان البطوله اللي فاتت بيقول لي احنا خلاص بقى عايزين اكتر من الفضيه. ايوه فربنا يسأل. ابص الصوره على خالد اهو وعلى كابتن خطيب والبعثه كلها. صحيح. يستاهلوا كل خير الحقيقه. ناس بتشتغل. دكروري اهو. فين دكروري؟ دكروري هو اللي عامل الصوره كله. دكروري هو اللي عامل الشكل ده والصوره دي. يعني انا بقول لك ناس كلها بتشتغل على قدم وساق في صالح الاهلي فقط، في صالح العرب، في صالح الدنيا كلها في البطوله دي. اهو دكروري اهو. دكروري اهو. ربنا يا دكتور محمد شوقي الجرحي. وقد ايه بنحتفل مع بعض بحب. اهو دكروري اهو. وبنسعد برموزنا كلها الحقيقه. صحيح. وانا مش عارف مين بس اللي هو جنب دكروري. جنب دكروري. ورا دكروري. وحنان ورا اهي. فكل الناس سعيده بهذا الفوز. من فوز لفوز ان شاء الله. الماتش الجاي بقت احتفاليه، كل مباراه بيلعبها النادي الاهلي احتفاليه. بعثت قناه النادي الاهلي كمان مقدمه يعني اداء رائع رغم الظروف وكل ده. وده المصور بيطلع صوره على اكبر والدكروري بيطلعوا صوره هايل بصراحه، صوره على اكبر مستوى. شوف قد ايه كابتن خطيب محبوب الدنيا كلها في العالم كله. ف ألف مبروك وقبل ما الصورة دي تتكرر المباراة الجاية إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. وقبل ما نشوفها بإذن الله في منصة في إحدى الميداليات بإذن الله في نهائي البطولة بإذن الله. فمبروك النهاردة. وكعادة الأهلي بنفرح النهاردة وبنصحى نفطر مع بعض بنحضر للمباراة الجاية بإذن الله. أنا بفطر معاهم بكرة. كابتن علاء الجمهور المغربي كان ليه دور كبير جدا جدا النهاردة، سواء خارج الملعب زي ما شفنا في فندق الاقامه وداخل الملعب ايضا. ده اكيد، لكن واضح قوي في الملعب. الملعب بتحس ان انت فعلا انت في استاد القاهره. ايوه بالظبط. كلها بجد الناس كلها. وبعدين التفاعل بتاعهم حلو قوي. التفاعل بتاعهم مش وانت بتجيب جول، التفاعل معاهم اول ما الهجمه تبقى خطر. مظبوط. تحس ان الناس كلها يعني عامله صوت واحد بالظبط. تحس ان هي الحماس بدري قوي. فلا هم كانوا النهارده مدين شكل تحفه طبعا. ملعب حلو قوي. النظام في المغرب نظام بديع فعلا. بلد بتدي بجد درس في كل حاجه، في نظامها، في 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 البنيه التحتيه بتاعتها، في جماهيرها. الناس بتحبك جدا، بتودك جدا. صحيح. وعامه المغاربه بتحب المصريين، لكن حب النادي الاهلي حب خاص جدا النهارده. لا النهارده يعني لو في حد بيتفرج على المباراه يعني من غير لسه ما يعرف لك الماتش ده في 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 مصر في استاد القاهره او حاجه. لكن كل التحية للجمهور المغربي على الشكل الحلو قوي اللي عملوه النهارده. وجودهم في الملعب كان مدي طابع خاص جدا للمباراه، تشجيعهم الجميل للنادي الاهلي. بتمنى يا رب ان شاء الله يوم السبت بنفس التشجيع، وان شاء الله الاهلي يفرحهم والسبت وتبقى خطوه ممتازه. كل الشكر والتحيه لكل القائمين على الرياضه في المغرب، وكل الشكر والتحيه للجماهير المغربي اللي مع النادي الاهلي اذا كان بره في الاستاد يا ايمن او حتى جوه في الاستاد جوه الاوتيل وكده. الناس كلها فرحانه ببعثه النادي الاهلي نفسها اكيد طبعا. صحيح. وتحيه خاصه برضو لزميلنا المصور محمد عويضه ولزميلنا كريم احمد والدكروري. لا كريم احمد ومحمد عويضه. اهو الدكروري ولا اهو؟ انا الدكروري بيحب الصور اهو. لا بصراحه بص هي الفرحه جميله يعني. والنادي الاهلي هو دايما اللي مفرحنا، والنادي الاهلي هو اللي دايما رافع راسنا. يعني احنا ما بنقولش الكلام من فراغ. النادي الاهلي هو الوحيد اللي بيشارك في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي للمره الثامنه ويشاء القدر في المره الثامنه ان النادي الاهلي يشارك. وكان زي ما قلنا كده لحضراتكم ان كاس العالم ما يتلعبش من غير وجود النادي الاهلي. عشان كده
الفرحه حلوه قوي قوي قوي. النهارده كان ماتش صعب زي ما قلنا، لان ده ماتش الافتتاح، البدايه بتبقى صعبه، فماتش صعب عدينا منه، اللي جاي بقى ان شاء الله، بس اللي جاي اصعب، بس برضو عندنا ثقه في النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني، المنظومه ككل، ان شاء الله نعدي ويبقى اللقاء اللي بعده مع العالمي ريال مدريد.